احنا مستمرين مع حضراتكم واحنا بنرصد التطوير اللي حصل في اكتر من ملف من ثورة 30 من يونيو حتى اليوم. تطوير ملف التعليم اللي هو واحد من الملفات الهامة اللي كانت في صدارة وأولوية اهتمامات الدولة المصرية والقيادة السياسية بعد ثورة 30 يونيو. واحد من ملامح وإنجازات قطاع التعليم كان إنشاء الجامعات الأهلية اللي قدرت تحجز ليها مكان في مجال التعليم العالي وتعمل نقلة نوعية. ده كمان إضافة لتقليل أعداد الطلاب اللي عايزين يدرسوا في الخارج، عشان هذه الجامعات بتوفر برامج وتخصصات جديدة ومتطورة. بتعمل أو بتصل تكلفة 4 جامعات أهلية، وهي جامعة الملك سلمان الدولية وجامعة العالمين الدولية وجامعة الجلالة وكمان جامعة المنصورة الجديدة، ما يقرب من 13 مليار جنيه. على العموم خلونا نشوف مزيد من التفاصيل في هذا التقرير ونعود لاستكمال نقاشنا. احنا مصر، بصوا شوفوا عملنا ايه، والنتيجه قصادك ايه، النتيجه بكل فخر. كانت ولا زالت مصر هي منبع كل رؤيه ثوريه ومهد كل عهد جديد يستحث التغيير. انه التحدي بقياسات غير مالوفه ليكون بداية عهد جديد للتعليم العالي والبحث العلمي بنقلة نوعية على مدار السنوات الماضية. الجامعات الأهلية هي إحدى سبل التطوير التي حققت نجاحاً كبيراً في جذب الطلاب، لتزيد أعداد الجامعات الخاصة والأهلية من 26 جامعة عام 2014 إلى 40 جامعة خاصة وأهلية عام 2022 بنسبة تقدر ب 53.8%. زاد عدد كليات الجامعات الخاصة من 132 كلية عام 2014 إلى 310 كليات عام 2022 بنسبة زيادة بلغت 210%. زاد عدد المعاهد الخاصة من 158 معهداً عام 2014 إلى 196 معهداً عام 2022. إنشاء 4 جامعات أهلية جديدة بمستوى دولي: الجلالة، الملك سلمان الدولية، العالمين الدولية، المنصورة الجديدة. ويجري العمل حالياً على إنشاء وتجهيز 12 جامعة أهلية جديدة منبثقة من الجامعات الحكومية، كما تم استحداث مسار تعليمي جديد ليضاف لمنظومة التعليم العالي في مصر. بالاهتمام بالتعليم الفني والتكنولوجي، فقد بدأت الدراسة في 3 جامعات تكنولوجية، وجاري الانتهاء من التنفيذ ب6 جامعات تكنولوجية جديدة بالمرحلة الثانية. كما شهدت البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات بالجامعات تطوراً ملحوظاً لدعم منظومة التحول الرقمي، ونفذت مشروعات عام 2022 بتكلفة بلغت 8 مليارات جنيه. البحث العلمي شهد هو الآخر تطوراً ملحوظاً، فقد زاد عدد الأبحاث المنشورة دولياً من 15,000 بحث عام 2014 إلى 38,651 بحثاً عام 2022، وتقدمت مصر في مؤشر الابتكار العالمي 11 مركز، واحتلت المرتبة الأولى إفريقياً في مؤشر المعرفة العالمي، حيث حصلت مصر على المركز 53 على مستوى 154 دولة. بالعلم والرؤية، العالم كله بيشوف النور اللي منبعه مصر. من مصر، محمد عبد العال. خلونا نستقبل دكتور محمد شعيرة، منسق الجامعات الأهلية في وزارة التعليم العالي. دكتور محمد، أنا برحب بحضرتك في البداية. أنا كطالب متخرج عايز أدخل جامعة، ماذا يميز الجامعات الأهلية وليه ممكن أفكر إن أنا أنضم لإحدى الجامعات الأهلية في مصر؟ مساء الخير على حضرتك وعلى السادة المشاهدين. أهلا بحضرتك. هو في الحقيقة الجامعات الأهلية الأربعة اللي تم إنشائهم من قبل الدولة كان مقصود بيهم أن تعمل نموذج لكيف تكون عليه جامعات في مصر، وبنطالب إحنا كل الجامعات أن تحذو حذو الجامعات الأربعة. الجامعات الأربعة مبنية على أسس أنها تكون جامعات ذكية
وفي نفس الوقت بنظام البرامج. نظام البرامج ان انت بتختاري البرامج اللي هي تحقق للطالب مستقبل عند تخرجه يلاقي الوظائف اللي بتمناسبة له. لان انا ما بنتكلمش على وظائف النهاردة، انا بنتكلم على الوظائف المستقبلية. عشان كده البرامج بتختار بعناية شديدة جدا جوه جامعات الأربعة، وحتى الطلبة بنختارهم بطريقة مختلفة. طبعا احنا عارفين ان احنا عندنا جامعات حكومية وعندنا جامعات خاصة. دول أول جامعات أهلية كانت بتنشأ والدولة بتنشئهم مخصوص علشان تكبر الشريحة اللي ممكن تلاقي فرص تعليم جيد. احنا لا نسعى للطالب إلا للطالب المتميز. المتميز هنا اللي هو قادر على أنه يتعلم وعنده رغبة في التعلم بشكل جامد. عشان كده احنا بنعمل امتحان اختبارات القبول قبول له. امتحان القبول ده الاختبارات القبول دي بتتيح للطالب فرصة أخرى بجانب الثانوية العامة، لأننا بنعيد شكل المجموع اللي احنا بننسق عليه الطالب. ما بيبقاش مجموع الثانوية العامة بتاعه، لا ده بيبقى المجموع الاعتباري اللي هو مكون من الامتحانات القبول زائد الثانوية العامة. فتجد ان الطالب يبقى عنده فرصة أكتر من انه هو يتنسق على مجموع الثانوية العامة لوحده، فبيبقى في فرص أعلى بالنسبة له. في نفس الوقت بتخلي الطالب يبقى حاسس انه لما أدى الامتحان في مجال معين هو عارف ان احنا تأكدنا من ان رغبته بتتوافق مع قدراته، لان احنا بنقيس قدرة الطالب على التعلم في مجال محدد. انا مقسمين المجالات الى 5 مجالات. بس خلينا يعني خليني برضو اتاكد من حضرتك من النقطه دي. هنتكلم على المجالات والبرامج يا دكتور محمد، يعني نقدر دلوقتي برضو نبسطها شويه للطلبه، انه لو على سبيل المثال طالب عايز يلتحق بكليه بعينها ومجموعه في الثانويه العامه مش هو المجموع المطلوب للكليه دي، ممكن بالاختبارات اللي حضراتكم عاملينها يتقبل في الكليه دي. طيب دلوقتي طبعا حضرتك كلمتني عن البرامج لا بس ثانيه واحده لا 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 لحظة واحدة الحتة دي عشان تبقى واضحة للناس. هو حضرتك مجلس الجامعات الأهلية بيحدد الحد الأدنى لمجموع الثانوية العامة أو ما يعادلها اللي يسمح للطالب بالتقدم لكلية محددة. ده حد أدنى، يعني يقول مثلا أن الطب مش هتخشها واحد إلا جايب 90% فما فوق مثلا. في الوقت ده الطلبة اللي هتقدم كلها بيبقى في مسابقة بقى. فإحنا عندنا ممكن واحد يكون جايب 94 واحد جايب 93، بس 93 يقبل وال 94 ما يقبلش عشان العدد اكتمل في حته معينه. فدي بتدي فرص اخرى علشان الطلبه يبقى عارف ان هو هيجي له فرصه اكتر من هنا، مش بس مسابقه على مجموعه بس بتاع الثانويه العامه. هنا دي بتدي فرصه للطلب اكتر، ما فيش حد هيستعملها له كده، لان هو بيبقى فيه منافسه على انه يثبت قدراته على التعلم ده. صح. طيب دكتور محمد حضرتك كنت بتكلمني عن البرامج والمجالات، يمكن احنا دلوقتي شفنا انه حتى كان في توجيهات رئاسيه بانه ان احنا نبص على اللي بيحتاجه سوق العمل، وبناء عليه برضو يمكن الطلبه يعيدوا تفكير في التخصصات او الكليات اللي هم عايزين يدخلوها. ايه هي البرامج اللي موجوده دلوقتي اللي بتتماشى مع سوق العمل في الجامعات الاهليه؟ حضرتك احنا بناخد البرامج اللي بتحقق متطلبات السوق المحليه والاقليميه والدوليه في اللي هي بنسمي احنا وظائف المستقبل اللي هي جايه خلال 5 6 سنين القادمه، بحيث ان الطالب ساعه ما يتخرج هيلاقي نفسه فرصه لانه يجد وظيفه. احنا بنؤكد ان احنا في الجامعات الاهليه واحنا بنطرح البرنامج عارفين ودارسين ان ده عند تخرجه هيبقى عنده فرصه. ما بنطرحش البرامج التقليديه. العالم كله بيتطور والوظائف كل يوم بتتعدل وبتتحول الى شكل تاني. طبعا كل الحاجات اللي لها علاقه بعلوم الحاسبات والذكاء الاصطناعي والبرامج الخاصه بالميكاترونكس والاجهزه الدقيقه الجديده، كل البرامج الهندسيه دي موجوده. في نفس الوقت احنا لما بنتكلم على مجال الاداره وبنتكلم على اللوجيستكس اللي هي النقل والكلام ده كله، بنسيبش برامج الا بتشتغل بتكنولوجيا عاليه وتكون جاهزه للطالب انه يقدر يلاقي جوب فيها. احنا مختارين عدد كبير جدا من البرامج وبنحاول نخلي الاربع جامعات دول متكاملين في البرامج اللي بينهم. طبعا
احنا بنطرح لازم برامج الطب وبرامج طب الاسنان والصيدله والعلاج الطبيعي وجميع انواع الحاجات الخاصه بالامور الصحيه المساعده والتمريض، كل ده في قطاع الطب. في الهندسه بنطرح كل حاجه، ما بنشتغلش بقى في الحاجات مش الهندسه المدنيه التقليديه، احنا بنشتغل في الانشاءات المعقده والحاجات اللي هي بتحتاج الى نظم حديثه في التركيبات بتاعتها مثلا، وبنشتغل في العماره، بنشتغل في العماره البيئيه بشكل كامل، بنشتغل في الفنون، في كل انواع الفنون اللي هي بتحتاج الى الجرافيكس والرسم الخاصه بالكمبيوتر وبالطرق الحديثه جدا اللي موجوده فيهم. هو يمكن يا دكتور محمد حضرتك كلها اتفضل لا انا عايز اقول لحضرتك ان مش اختيار البرنامج بس هو الميزه اللي عندنا. احنا الميزه اللي عندنا اسلوب التدريس، لان ده من اخطر حاجه في عمليه اننا نقول ان الجامعه دي متقدمه او مش متقدمه. اسلوب التلقيني انتهى تماما في الجامعات الاربعه دي. انا بنشتغل بحاجه بنقول ان الطالب هو المركز بتاع التعليم، بمعنى ان الطالب ده هو صاحب المعلومه. انا بعلم الطالب اساسا ازاي يبحث عن المعلومه وازاي يعلم نفسه. من المؤكد ان بعد ما يتخرج الطالب بثلاث اربع سنين كل اللي انا عدته له في تخصصات كتيره بيبقى اوبسليت، بيبقى مش منتهي. صحيح. واحنا يمكن يا دكتور محمد لما حضرتك اتكلمت في نقطه مهمه جدا، ان احنا لما نبص على سوق العمل سواء المحليه او الاقليميه او حتى العالميه ونجيب تخصصات وبرامج تخلي الطالب قادر ان هو يكون ملتحق بالتخصصات دي، لا دي فعلا حاجه لم نراها في التعليم من قبل. على كل حال انا بشكر حضرتك جزيل الشكر دكتور محمد شعيره، منسق الجامعات الاهليه في وزاره التعليم العالي، شكرا جزيلا لحضرتك.